اليوم هي مناسبة يوم اليتيم الفلسطيني. في هذا اليوم جئنا من جامعة النجاح الوطنية، الجامعة العريقة اللي إلها أبعاد في المجتمع الفلسطيني، البعد الأكاديمي زائد البعد المجتمعي. جئنا لنقول لهذه الجمعية شكرا لكم رئيسا وأعضاء وعاملين. جئنا لكي نقف إلى جانب الطلاب والطالبات ونقولهم أيها الطلاب والطالبات، إحنا أهلكم، إحنا امتدادكم. دور الجامعات ليس دور أكاديمي وإنما دور مجتمعي، وهذا الدور اختطه دولة الأخ الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله رئيس الجامعة رئيس الوزراء، وأعطانا الانطباع إنه جامعة النجاح لازم توقف إلى جانب كل المحتاجين في كل الأماكن. كما قلت لك، إحنا جئنا كمان نقول لطول كرم هذه المدينة اللي بتحتضن هذه الجمعية الأهلية وبتقدم لها كل المناسبات وكل الدعم المادي والمالي، جئنا لنقولها شكرا لكم. جبنا هدايا رمزية بسيطة من مجتمع جامعة النجاح الوطنية ومن المجتمع المحيط فيها وأصدقائه، لكي نقول لهذه الجمعية، لأهل هذه الجمعية، نحن أهلكم ونحن امتدائكم. مناسبة يوم الطفل الفلسطيني ويوم اليتيم العربي بمبادرة من جامعة النجاح الوطنية، وطبعا الوفد كان برئاسة الدكتور عماد ملحم. طبعا بهذا اليوم أجوا مشان يقدموا الهدايا للأطفال النزلاء، حتى أنهم يشعروا أن الأطفال هناك، في هناك مجتمع من حولهم بساندهم بعضهم. طبعا دور جامعة النجاح الوطنية وكافة المؤسسات التعليمية بشعب فلسطين، الدور ريادي بالاهتمام بهذه الفئة، كونهم كطلاب الجامعات هم طلاب أنصار ومساندين وداعمين لهذه الجمعية من خلال أنشطة كثيرة، من خلال تدريب ميداني، من خلال نشاطات كثيرة بنفذوها الطلاب بهذه الجمعية. فبالتالي احنا بنقول لجامعة النجاح الوطنية ولكافة الوفد الزائر أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على هذه اللفتة الكريمة بهذه المناسبات اللي تعتبر مهمة جدا لهذا الطفل اليتيم اللي فقد الحماية والرعاية وجدها بمكان، وحتى وجد هذا المكان كافة أبناء الشعب الفلسطيني بساندوه من أجل القيام بعباء هذه الفئة المحرومة.